حققت وزاره الاسكان انجازا عالميا بتنفيذ اكبر عدد من القواعد العميقه مايكروبيل التي تمت من اجل تشييد اساسات 16 برج سكنيا في مدينه سلمان. وسيوفر هذا المشروع 1382 شقه سكنيه بمساحه تصل الى 3600 متر مربع لكل طابق حيث حاز المشروع على شهاده شركه بنتلي المختصه في مجال تصميم وبناء وتشغيل البنيه التحتيه. وتم تسجيل مشروع الأبراج السكنية بمدينة سلمان ضمن أكبر عدد من القواعد العميقة في العالم بعدد تجاوز 12 ألف قاعدة لتدعم مساحة 70 ألف متر مربع ويصل عمقها إلى أكثر من 15 متر هذا وقد قام الفريق الهندسي المشرف على المشروع باستخدام التصميم والتحليل الإنشائي الجيوتقني المتكامل والمترابط لتنفيذ أساسات آمنة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة واشارت الوزاره الى ان اتباع هذا النظام في تشييد اساسات المشروع له انعكاساته الايجابيه على البيئه حيث يقلل هذا النوع من الاساسات تاثير الاحتباس الحراري بنسبه 75% وهي ناتجه عن استخدام فولاذ معاد التدوير من خلال تقنيه الميكروبيل المستخدمه في المشروع ويعد هذا المشروع تحديا لوزاره الاسكان الا انها استطاعت تحقيقه في وقت قياسي من خلال الانتهاء من مرحله اعمال الاساسات وبتقنيات مبتكره وحديثه للتاكد من استيفاء جميع المعايير وقواعد الممارسه الهندسيه المتطوره والحديثه